في الحياة العائلية إذا الرجل يملأ البيت بالذهب والفضة هذا لا يجدي في إقامة سعادة عائلية. السعادة العائلية تجدها في أحاديث المعصومين صلوات الله عليه. ولكن اشقد من المؤسف أننا بعيدين عن هذه التعليمات. يوم من الأيام فكرنا أن نضع برنامج نطالع ماذا قال المعصومون، هؤلاء المتصلون بتلك القوة المطلقة الذين ذكروا كل شيء ينفعنا في أخرانا ودنيانا.